الموضوع متاعنا في متابعة لموضوع النائبة في البرلمان اللي هي في الأصل أستاذة فرنسية واللي تثبت في إلغاء امتحان بسبب تغيبها بشكل متكرر خلال الحملة الانتخابية. الموضوع هذه كنا طرحناه نهار الجمعة اللي فاتت في كافي كريم، نذكركم ببعض التفاصيل للناس اللي ربما ما عندهاش فكرة على الموضوع. تلامذة البكالوريا أداب اللي يقرأوا في معهد خير الدين باشا بأريانا بعثوا رسالة رسمية لمندوبات التربية لوزير التربية، عبروا فيها عن استيائهم من التأخر الكبير في برنامج الفرنسية وعدم التمكن منه كيما بقيت التلامذة بسبب الغياب المتكرر للأستاذة هذية، وهو اللي خليهم ما يقرأوش البرنامج الدراسي كامل الخاص بالبكالوريا أداب في الثلاثي الثاني. دونك التلامذة هذوما كيفاش لقاو رواحهم؟ لقاو رواحهم موجودين في سومين بلوكي باش يعديو فرض تأليفي على مادة الفرنسية اللي هما على 5 موديول قراو منها موديول واحد فقط. وإحنا كلنا نعرفوا أنه مادة الفرنسية بالنسبة للأداب مادة مهمة جدا، الضرب متاحة 3 مادة أساسية لشعبة الأداب. خلينا نتفقوا في أول حاجة ساعة باش ما يكثرش التنبير وما يكثرش الحديث، ما عندنا حتى إشكال مع أنه بطبيعة الأستاذة متاع الفرنسية هذية ترشحت للانتخابات وأنها اليوم هي نائبة في مجلس النواب، هذا حقها وأنها باش تترشح. احنا مشكلتنا مع التلامذة علاش ما تمش إدارة الأزمة هذية، وإحنا نعرفوا أنه الأستاذة هذه مترشحة للانتخابات، علاش مش من الأول تم تخصيص أستاذ آخر بصفة مستبرة باش يكمل لهم البرنامج متاعهم، وقعدوا متداولين على 3 ولا 4 أساتذة إلى جانب الغيابات الكثيرة، وهذا ما وصلنا للنتيجة اللي ما قراوش إلا محور واحد على 5 محاور، ورفضوا بالطبيعة وأنهم يأديوا الفرض متاحهم في السومين بلوكي. احنا كنا خذينا مدير معهد خير الدين باشا بأريانا سي منير الرضواني نهار الجمعة، وقال وأنه تم قبول طلب التلامذة بخصوص تأجيل امتحان الفرنسية اللي المفروض يتعدى الأسبوع الماضي. قال زيدا وأنه التلامذة فرحانين، ولكن احنا لقينا على نفس الفيديو اللي هو يقول فيها التلامذة بيدهم شنو كانت تعليقاتهم اللي هي عكس تماما ما صرح به السيد مدير المعهد. قال زيدا وأنه تم برمج دروس تدارك في العطلة للتلاميذ هذوما لتمكينهم من بقية البرنامج، وأكد زيدا وأنه فما شوية تأخير في البرنامج يمكن تداركه، لأنه هذا كله مجانب للصواب، لأنه التأخير في البرنامج كبير برشا حسب ما أكده لنا شكون المتفقد اللي قام بالإشراف على زيارة تفقد بيداغوجي لأستاذة الفرنسية هذه اللي ولات نائبة في البرلمان، واللي طلب حق الرد لتوضيح الموضوع. وإحنا عنا تسجيل لزيارة المتفقد جينا من أحد التلامذة، ما نجمش نقول لكم شكون طبعا، ولكن عنا التسجيل فيديو وأيضا صوت، مناش باش نعديو الفيديو لأنه فما وجوه متاع التلامذة احتراما اليوم مانيش باش نحطوهم، ولكن اخذينا الصوت فقط ونعديه بعد شوية. ولكن خليني ناخذ سي سامي السليمي متفقد فرنسية في ولاية أريانا. صباح خير ونهار زين سي سامي. صباح خير، مرحبا. يعيشك سي سامي. أكدلنا معهد مدير معهد خير الدين باشا قال وأنه عملية التفقد كانت جيدة وأنه التلامذة فرحانين وأنه فما تأخير طفيف جدا في البرنامج ويمكن تداركه بسرعة. خليني نرجع للزيارة، زيارة التفقد اللي أديتها للأستاذة النائبة وقتاش وكيفاش كانت؟ بربي قبل ما نحكي على زيارة التفقد ونرجع لها، نحب نوضح اللي كونه طلبت اليوم حق الرد، لأنه بعد ما سمعت يعني تسجيل على البرنامج بتاعك يعني من آخر الأسبوع الفارق شفت يعني ثم مغالطة كبيرة للرأي العام وثم تزوير لحقائق، باش ما نقولش يعني محاولة استغلال يعني التقرير البيداغوجي المتفقد لتبييض بعض التجاوزات البيداغوجية في المؤسسة التربوية. وهذا أنا ما نقبلوش كمتفقد، لأني عمري ما نكون شاهد زور في الموضع بتاعي هذا. واضح. والمداخلة بتاعي نحب يعني أولا باش نصحح الأقوال المغلوطة، هذا علاش حق الرد، لأنه 5 مرات جبدوني يعني سيرتو من طرف السيد اللي يتكلم باسم كاتب عام النقابة بالضبط. دونك باش نصحح الأقوال
وباش نتفاعل معاكم في الموضوع عموما، يعني باش نحطوا يعني نفسروا الوضعيه شنو اللي صار بالضبط، ما عندكمش بعض الاستفسارات. وثالثا والاهم من هذا الكل هو ماذا بيا نتوجه برساله للتلامذة هذوما، تلامذتنا اللي ظلموا فهمتني ولا باش خلينا نبداو سي سامي. دونك شنو هما المغالطات، شنو هو التزوير؟ لانه هذا كلام خطير، تقول لي تزوير وتقول لي مغالطات للراي العام، كلام خطير الحقيقه. شنو اللي تقال غلط بالضبط؟ هذا هو يعني قبل كل شيء السيد المتحدث باسم نقابه يعني اريانا يعني سمح لنفسه باش يحكي على التقرير، واش بدا التقرير تاع البيداغوجي واش بدا المحتوى تاعه، وقال بالحرف هذا، قال اللي كونه راهو السيد المتفقد جاء وعمل زيارة وراهو ما تم شيء وقال في آخر طفيف يعني ما تم حد شيء بالضبط. والشيء هذا زاد أكدوا طريقة غير مباشرة السيد مدير المؤسسة عن ديري ما تمش يعني تأخر هكا وهذا مغالط الحقيقة. أيوة أقوال هذه غالطة يعني عكس اللي صار بالضبط من غير ما ندخل في اللي ديتا. لا نحبوا شوية تفاصيل، ما تقوليش هذا غلطك هو ما تعطينيش التفاصيل سي سامي، أعطيني شنو هو الصحيح. غلط بالضبط لأنه وقت اللي قمت أنا بالزيارة نهار 5 ديسمبر للسيد مدير المؤسسة أي. بعد تشكي لأولياء، فمن أولياء التكاء وسط المندوبية الجهوية مشيت تفقدت حكيت مع السيد المدير وعطيته الحل وتفهمنا في الحل الرسمي واللي هو يتمثل في كونه باش نسحبوا الرابعه اداب من السيده الاستاذه اللي هي عندها طموحات ومشروعها حره في طموحاتها السياسيه او غيره، احنا مش ضد هذا، وانا راني اليوم نحكي على الاستاذه مش نحكي على النائبه، النائبه صفتها ما تهمنيش، انا نحكي على الاستاذه اللي تنتمي لوزاره التربيه. كي مشيت للسيد المدير عطيته الحل من 5 ديسمبر والحل لقيناه مع استاذتنا المفضله وبارك الله فيها خلاف بخاطري وقتها رغم اللي مخر شويه مدام اشرف القلعي وقبلت باش تاخذ على عاتقها الكاتريام اني لاتر دوبوي ديسمبر فك الاسبوع اللي قبل المغلق. اي وكبت اول حاجه ثم رتار هذاك كبير في البروميير تريماستر تاعها. لقينا اشكاليه يعني الموديل ما كملش بالكل، فما سي سيونس جرون ماكس الموديل اللي هو ولقينا حل قلت لها ما فهمتش خلي يعملوا ايفالواسيون حسب الماتير الموجوده اللي موجود وتفاهمنا باش نعملوا دي سيونس راتراباج والاستاذه تفاهمنا باش نلحقوها مثلاً من ديسمبر. وزيارتي الاخرى من غير ما ندخل في الديتاي انما نقول اللي كونه راهو التاخير اللي يحكي عليه تفيت السيد راهو معلش يمكن في قراءة فتات ما فهموش الرابور والا بلغوا له معلومه غلطه والا تو سامبلومون سما رابور اخر قاعد يدور. انا استعملت لي زيكسبسيون هذوما قلت يعني لي كايد كور دي زيلاف روسال ان روتار اكزاجيري فواغ الارمون. ايوه يعني لهنا السفاره الاختار ضرب ماهوش طفيف لهنا معناها ماهوش طفيف ماهوش حاجه خفيفه وهذا ما اكدوه التلامذه بيدهم في تعليقاتهم الكل على الفيديو نهار الجمعه والكلهم دخلوا وكتبوا قالوا راهو ما قرينا حتى شيء راهو ما وصلنا حتى شيء من البرنامج وراهو مش صحيح. هما بيدهم يعني مش صحيح ثم يعني تاخر كبير برشا. والحاجه الثانيه الاختيار اللي يقول كونه عندي وثائق ملموسه وعندي حجج بيداغوجيه ما بعث لنا شيء راه ما بعث لنا حتى شيء. قلنا له بعث لنا احنا ما بيسالش ما بعث لنا حتى شيء. لا انا نعلمك ملي كونه اي وثيقه تجي من طرف السيد هذا راهي وثيقه مشبوه فيها ولو كان تحمل اسم متفقد لازم كنت صرت معايا انا قبل واضح لانه هذا هذا يتجاوز يعني يرقى الى مستوى الجريمه سامحني واضح ولا تعرف كيفاش تتكلم بالثقه هذيك اي نعم انا نرفض استغلال سيبت المتفقد لتبييض التجاوزات والاستهتار لا مسؤول بالتلاميذ ومدرسه الشعب. باهي سي سامي نحب نرجع للتفقد وقت اللي مشيت انت باش تتفقد القسم مع الاستاذه النائبه هذيا شنو اللي صار؟ نستاذنك باش نوري خاطر انا عندي تسجيل وصل لنا النوعيه نتاع الصوت الحقيقه ماهيش جيده جدا ولكن على الاقل باش نفهموا شنو اللي صار نسمعوها مع بعضنا خليك معايا ونرجع لك. Eh bien, c'est votre plein droit. Si vous voulez enseigner, tant mieux. Si vous voulez quitter la salle, c'est votre affaire, pas la mienne. Non, je ne quitterai pas ma salle. Non, je ne quitterai pas ma salle. Je vais demander. Ça, c'est ma salle. C'est mon enceinte. Ce sont mes élèves. Je ne quitterai pas ma salle.
Je ne travaillerai qu'en présence du directeur, de l'ensemble de cet établissement et d'une commission. Haïda, pour ce que vous faire. La commission d'inspection, elle est la commission qui est de l'inspection. On fait l'inspection avec la présence des commissions déjà pour prendre la نكتفي بهذا القدر لانه النوعيه غير جيده خديناها من الفيديو ما حبيناش نعديو الفيديو لانه وجوه التلامذه موجودين حمايه لهم سي سامي دونك عمليه التفقد ما كانتش عمليه عاديه وفي تاريخ يعني توا كان زانتاني في الانسبكسيون يعني سي اون بروميير ايوا كيفاش فصل سورتو لي بلان يعني لانه لي شفتو يعني ثم ونقولها في كلمة واحدة فمنات يعني ناس بتروحها فوق القانون كيفاش وأكثر من هذا ابتدعت وصنعت الروحة قانون خاص بها هي يعني وقت اللي يجيك المتفقد باش يزور الأستاذ ما ثم حتى قانون يقول يلزم يجيب معاه لجنة رفضت مبدأ الزيارة أنا جمل دوموند قلت لها مدام أنت فوزيت بيي بوغ فيغ فوتخ كور أليزي رفضت دخولك معناها إلى القسم اي بالضبط دخلت انا للقسم وهي عبرت على رفضها في الزياره قدام التلامذه وتقول لي اللي انت يعني اتهام اللي كونه انا مانيش يعني اوبجيكتيف في الايفالواسيون تاعي وهذه السيده نمشي لها لاول مره في التاريخ تاع في التجربه تاعها اول مره نمشي لها للقسم مشيت لها للقسم باش نشوف تلامذتنا وين وصلوا لانه احنا المتفقدين اللي نمثل وزاره التربيه اكثر ناس مسؤولين وحارسين على البرامج وعلى مصلحه التلميذ قبل كل شيء. يا اخي السيده رفضت وقعدت تتماثل معايا وضيعت برشا وقت. داكور مع العلم كونه ذات التسعه واربعه يعني اربع دراج بعد الوقت والتلامذه موجودين يعني بدات الكور تاعها بعد اربع دراج 20 مينوت ومن بعد عادت 20 مينوت اخرى في النقاش الفارغ هذا نعتبره بيزنطي ما عنده ما يوصل وعمري ما سمعت به وقلت لها فهمتها قلت لها مدام ما فماش قانون راهو تقول منين جبتوا هذايا راهو قانون عندك انت احنا هذايا اللجنه وقتاش تصير وقت اللي الاستاذ يلقى روحه مثلا جاء متفقد وعزله ولا بوغ انكومبيتونس وكذا يمشي يتظلم للوزاره تعمل له لجنه اخرى باش يثبتوا في المستوى تاعه العلمي يقولوا بالحق انت راه كومبيتون الا انكومبيتون هذا سي با لو كا سي با لو كا دو تو خلينا نزيدوا نقدموا شويه سي سامي دونك هذا الرفض والتعنت انت من بعد قمت بتقريرك لوزاره التربيه التقرير شنو جاي فيه؟ شوف انا بصراحه يعني بنحاول ما ندخلش معاك برشا في الديتاي خاطر كمان يعني اعطينا شنو الاجراءات اللي تم اتخاذها؟ هو التقرير يعني ما فيهوش اجراءات، التقرير هو فيه وصف ديفولمون دو لا سيونس وفيه لي ديسفونكسيونمون ولي مانكمون ولي زافيغاسيون اللي صاروا الكل وفيه ديسكريبسيون ديتايي دو ترافاي دو لونسيون وفيه السنتيز وفيه لا نوت ديسيزيون في الاخر انا مش باش نحكي على لي ديتاي لكن الحاجات اللي ظهروا وسمعوا بها من الناس الكل ما يتخباوش كونه هي يعني رفضت مبدا الزياره لكن انا في القسم ما خرجتش في القسم هذاك احنا قلت لها مدام كيف نفقدوا راهو ما نطلبوش راي الاستاذ احنا راهو نمثلوا وزاره التربيه داكور دونك وانت باش تخدم على روحك كما نعرفوا حياتنا كاملة ملي احنا صغار نبداو في القسم يدخل متفقد ياخذ كرسي يقعد على روحه ويحضر حصة كاملة وياخذ لي نوت نتاعه ويقصد ربي. في الاحترام المتبادل بالضبط. أنا احترمتك سلمت عليها وسلمت على التلامذة وقعدت على روحي أنا قعدت وهي تحكي معي قالت لي نرفض ونرفض شو معناها نرفض ونرفض؟ شو معناها؟ قلت لها فسرتها ما حبيتش تفهم يعني تعنت كبير فهمتي ولا لا؟ وبعد خرجت قال لها كيتي لافان مشيت عديت 20 مينوت اخر 20 مينوت في الكور يعني ما نعرفش عندها استشاره ولا عندها ما نعرفش شكون باش تستشير داكور ومن بعد رجعت هي والسيد المدير رجعت يعني ربع ساعه قبل الحصه هي وشكون رجعت؟ هي والسيد المدير هي والسيد المدير ايوه وانا كيف دخلت بطبيعه الحال
دخلت للصاله مباشره لان السيد المدير ما جاش قدامي دونك وانا ودخلت مخر تاع ما حبيتش نضيع الوقت دخلت ديريكتومون للصاله واضح وهذايا من حقي وما ثم حتى واحد باهي دونك توا هذايا تقرير ترفع لوزاره التربيه نستنى وزاره التربيه شنو اللي باش تنظر فيه انا باش نرجع بك النقطة مهمه ونختم معاك هذايا وضحنا كل شيء لانه اسمك اوصيفتك تجبدت اكثر من مره في المداخلات اللي صارت نهار الجمعه هاك وضحت لنا انت شنو هو المغالطات ولكن انا سؤالي اقتراحكم من ديسمبر وانه يتم تغيير الاستاذه هذه باش ما نضيعوش حق التلميذ شكون اللي جا ضده علاش ما تمش تنفيذه هذا هذايا السيد الاداره هي مسؤوله عليه انا نعتبر يعني لا ديسيزيون كو جي بريز دوبوي لو موا دو ديسمبر ايوا هذيك سيتي لا بون سوليسيون بالضبط رانا ما وصلناش لهذا اليوم بالضبط رانا ما وصلناش لهذا لكن لو لاكسيزم ادمينستراتيف هو كي اون لا كوز اللي وصلنا للوضعيه هذه مالوغوزمون داكور واضح شكرا لك يعطيك الصحة سي سامي سليمي ان شاء الله نكون وضحنا كل النقاط احنا في هذا كل راه نهار الجمعة واليوم حاولنا نتصلوا بالأستاذة المعنية بالأمر السيدة النائبة في مجلس نواب الشعب باش تكون تعطينا هي زيدة كيف الناس سمعوها وتاخذ الكلمة ولكن ما تجاوبش على تليفونها بعثنا لها مساج قلنا ما تعرفش النومر ورانا احنا ديوانا فاهم اتسيتيرا ما رجعت لناش عموما هكا نكونوا استوفينا الموضوع شكرا سي سامي سليمي نرجع مرة أخرى ونقولوا أنه أهم حاجة بالنسبة لينا هو مصلحة التلامذة مش معقول سنة سابعة بكالوريا أديب مادة الفرنسية ضرب ثلاثة يصير لهم التأخر هذا كل اللي كنا نجم نتجاوزوه لو كان تم طبعا تنفيذ الاقتراح متاع السيد المتفقد متاع الفرنسية سي سامي سليمي اللي اقترح من شهر ديسمبر تغيير الأستاذة حتى تقعد على روحها اللي هي في الحملة الانتخابية واللي هي في مجلس النواب والصغيرات ما يضيعوش يجيهم أستاذ أو أستاذة أخرى يكمل لهم البرنامج نخرجوا إشهار وراجعين خليكم معنا هذه كافي كريم حتى النص النهار.